متابعينا لو في متابعي بكام سبور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتم. حديثنا اليوم باش نكملوا نحكيوا فيه على اخر اخبار ميركاتو الترجي الرياضي التونسي، ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش كالعاده لايك وابوني وتفعيل جرس التنبيهات باش توصلكم كل الاخبار الرياضيه، وتتبعوا صفحه بكام سبور على الفيسبوك والانستغرام تويتر والتيك توك. باش نحكيوا على ميركاتو الترجي الرياضي التونسي بعد الصفقات المدويه والانتدابات الكبيره اللي قامت بها هيئة حمدي المدب. الإدارة ما زالت ترغب في تدعيم الفريق خصوصا الأيامات هذم، كما تعرفوا أنه الميركاتو الصيفي معناه قريب يوفى، وكذلك الترجي مش يقوم بتربص أخير إن شاء الله باش يحضر به، معناه تربص نهائي باش يكون الفريق يعني يحضر به بداية الموسم القادم وبداية المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية. لذلك نشوفه وتشوفوا معايا أنه الترجي الرياضي التونسي وهيئة الترجي تحب يعني تنهي موضوع الميركاتو في أقرب الأجال باش تخلي الفرصة للإطار الفني باش يحضر في وقت كبير ويعني يحضر بأريحية. إذن اللاعب اللي مش نحكيه عليه وهو الدولي التونسي المحترف بغانغون زين الدين ساسي اللي حكينا عليه في فيديو سابق وحكاوا عليه برشا، تعطلت صفقة اللاعب هذا وقدوم اللاعب هذا بسبب بعض الإجراءات القانونية. كذلك اللاعب اللي حكينا عليه عديد المرات وهو اللاعب التونسي كذلك الفرنسي محمد مدفعي اللي الصفقة نتاعه تعطلت لثلاث مرات بسبب رفض اللاعب الخضوع لاختبار فني قبل الإمضاء، وهو ما قد يجعل حمدي المد بيصرف النظر عن هذا اللاعب ويصرف النظر عن الصفقة. قرب انتهاء الميركاتو الصيفي كما حكيت لكم للترجي خلى فما حديث من توا على الميركاتو الشتوي، الميركاتو الشتوي اللي حسب بعض المؤشرات اللي موجوده باش يكون حافل زاده بعديد الاسماء واهمهم اللاعب التونسي فراس بالعربي وربما مهاجم افريقي تحديدا مهاجم مازيمبي الكونغولي. هذا ومازال ميركاتو الترجي يثير ردود الافعال في الاعلام المصري والمغربي وفي مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر فريق باب سويق الافضل في هذا الميركاتو. شفنا عديد التصريحات من عديد الوجوه الرياضية والإعلامية خاصة في مصر اللي تحدثوا عديد المرات وحكوا برشا على ميركاتو الترجي الرياضي التونسي وعلى الخدمة الكبيرة اللي يقوم بها حمدي المدب وإدارة الترجي في تعزيز الفريق، اللي قالوا أنه الترجي باش يكون هو المراهن جدي على دوري أبطال إفريقيا، يعني من أبرز المرشحين ولا من أبرز المراهنين على دوري أبطال إفريقيا. كما صرح المدرب التونسي نبيل الكوكي اللي قال انه الترجي النسخة هذه باش يكون مرعب مقارنة بالمواسم الفارطة، وذلك بعد مواجهة فريقه للمكشخة لمدة شوط واحد، واللي كما تعرفوا انه اللقاء الودي بين الترجي وشباب بلوزداد معناها تلعب في شوط واحد ومن بعد الفريق الجزائري انسحب اللي حسب تصريحهم هما اللي قالوا لأسباب تنظيمية، وكان الترجي متفوق ب1-0 هدف المنتدب الجديد الجزائري بن عياد. ايضا ادارة الفريق والاطار الفني باش تقوم بغربلة للفريق قبل انطلاق التربص القادم اللي باش يكون في جربة واللي باش ينطلق من يوم 24 اوت الى 2 سبتمبر، وفما 8 لاعبين على الاقل باش يغادروا الفريق واغلبهم من الشبان اللي باش يعود البعض منهم كما حكينا الى صنف النخبة او فما فرضية اخرى انه مش يتم اعارة بعض اللاعبين الى فرق تنشط في البطولة التونسية باش يتحصلوا على اكثر وقت لعب وربما يعودوا يرجعوا من جديد للترجي وربما يفتكوا مكان لهم في التشكيلة الاساسية. اذا هذه حوصلة للاخبار وميركاتو الترجي الرياضي التونسي اللي فما ديما وكما نحكيه ويلوموا فيه البعض على علاش تحكي كان على الترجي الرياضي التونسي، لانه بصراحة
هو بعض الفرق اللي نعاود ونكرر كيما الملعب التونسي، اولمبيك سيدي بوزيد، كذلك مستقبل سليمان والاتحاد المنستيري. باقي الفرق وخاصه الفرق الكبرى منها النجم الساحلي نادي صفاقس والنادي الافريقي، تعرفوا الناس كل المشاكل معناها تتعدى بها، والمشاكل نتاع الخطايا ومنع الانتداب، وما نعاودوش نحكيو ونكعروا في الموضوع هذاك. علاش معناها نحكيو على الترجي الرياضي التونسي، ولكن احنا معناها نحكيو على كل الفرق التونسيه معناها بالمساواه كما يقولوا، وما فماش صحيح فريق المفضل الترجي الرياضي التونسي، ولكن نحكيو اذا فما اخبار وما فما حتى فرق بين كل الفرق ان شاء الله. مش نحكيو زاده ومش تكون فما تغطيه ان شاء الله على الاستعدادات المنتخب الوطني التونسي اللي مش يكون التحضيرات نتاعو باش تنطلق في سبتمبر، وفما حديث على باش تكون فما مباراه وديه بين المنتخب الوطني التونسي وضد المنتخب البرازيلي، بطلب من البرازيل باش يكون فما لقاء ربما ماشي في 27 سبتمبر ربما، وباش تلعب بصفه كبيره في فرنسا. ان شاء الله تكون الامور هذه رسميه، وكما قلت لكم باش نتابعوا ان شاء الله تحضيرات المنتخب لكاس العالم اللي ما قعدلوش برشا، وان شاء الله تونس والمنتخب التونسي يكون جاهز ومستعد لهذه التظاهر الرياضيه الاعرق والاكبر في العالم. اذا هذه اهم الاخبار. ما تنساوش كالعاده دعمكم للقناه، دعمكم لقناه بيكام سبور، وشكرا لكل المتابعين.